عزيزي المشاهد، خذ لحظة من وقتك واضغط على زر سبسكرايب ثم زر الجرس لتتوصل بجديد فيديوهات القناة. السلام عليكم ومرحبا بكم متابعي التقنية في كل مكان مع حلقة وحصة جديدة سنتعرف من خلالها على موديلاتور أوديو فيزيوال. هذه القطعة بالحال عبارة على أونجيل ام في 7127. الدور ديالها طبيعة الحال كيكمل في ربط جهاز استقبال فضائي عبر وصلاتها الإرسية وتحويلها إلى إشارة UHF. يمكن طبيعة الحال استقبال الصورة من خلال مجموعة من الوصلات المتواجدة في الشبكة المنزلية. كيف ذلك؟ فمثلا إذا قمت طبيعة الحال بربط الصوت والصورة من خلال الألوان، أي الأصفر والأبيض والأحمر، مباشرة مع جهاز استقبال رئيسي يوجد في المنزل، فهنا يمكنني طبيعة الحال أن أقوم بربط وصلة أخرى وهي وصلة RF متصلة بالشبكة المنزلية. يعني ماذا أقصد بالشبكة المنزلية؟ أي أنني أتوفر طبيعة الحال على فندق يتوفر على 9 أو 10 غرف وأردت أن أقوم مثلا ببت قناة معينة على موجة. هنا عندما سأقوم بربط الإرسية من خلال طبيعة الحال الموديلاتور ثم طبيعة الحال من الRF إلى مجموعة أسلاك متصلة بكل غرفة عبر الوصلات المتواجدة في الحائط، بحيث أنه إذا قمت مباشرة بتركيب يعني فيش أو لا يعني مدخل فيمال أو لا مدخل أنثى مباشرة مع أنثى التلفاز، فسأحصل طبيعة الحال على صورة رائعة بجودة عالية انطلاقا من موجات الـ UHF التي اخترتها طبيعة الحال من خلال هذا الموديلاتور. فطريقة تشغيله هي بسيطة جدا، وكما تشاهدون أنه يتوفر على 3 مداخل إرسية، يتوفر طبيعة الحال على أزرار لتغيير القناة أو لتغيير طبيعة الحال موجة البث. كيف تعمل الشبكة المنزلية؟ فالطريقة هي بسيطة جدا، بحيث أنه أتوفر على سبيل المثال على يعني لاقط خاص بالأسترا ولاقط خاص بالنيسات، هنا يتم مباشرة ربط كل يعني طابق. مثلا إذا لدي طبيعة الحال يعني منزل يتوفر على 3 طوابق وكل طابق يتوفر على 3 أو 4 غرف، فكل طابق سيكون له طبيعة الحال وصلة نايلسات وأسترا يمكنني أن أشاهدها طبيعة الحال في الغرفة الرئيسية والتي تتوفر طبيعة الحال على الكيبل القادم من السطح، ومن تلك الغرفة سيتم مباشرة مشاركة البث من خلال الموديلاتور إلى يعني كيف ما كنصطلحوا يعني إلى لابواط غوغا اللي كتوفر على مجموعة من الأسلاك القادمة من كل بيت. أنا سأقوم مباشرة بربط تلك الأسلاك بعضها لبعض عبر تي يعني تي بلوغ أو التي طبعا تكون عبارة على هذه الكافية يعني بلاس بلوغ. أقوم بربط الوصلة الخاصة بالبيت 1، 2، 3 مع الوصلة القادمة مباشرة من الموديلاتور. هنالك وصلة ستكون مربوطة مع جهاز استقبال من أجل الحصول على إشارة القنوات، ووصلة ثانية ستكون مربوطة من الموديلاتور إلى الشبكة المنزلية لأحصل على نفس الصورة المتواجدة طبيعة الحال في هذه الغرفة عبر مجموعة من الغرف المتواجدة في البيت الذي أقطن به أو فيلا أو فندق أو أي شيء من هذا القبيل. أرجو من الله أن أكون قد وفقت طبيعة الحال في هذا الشرح المبسط حول دور الموديلاتور في إعادة تحويل صورة أي مصدر، يعني سواء DVD أو ريسيفر أو يعني حتى DVR أو أي شيء يعني يعمل طبيعة الحال بوصلة الإرسية إلى الـ UHF عبر الشبكة المنزلية. حتى وإن كان لديك 20 أو 30 غرفة يمكنك أن تقوم بنبت نفس الصورة من مصدر واحد. هذا أخوكم سعد يحييكم، شرفونا بالزر لايك، سبسكرايب للقناة، وأيضا لا تنسوا مشاهدة الفيديوهات.